إلى موضوع آخر الآن، حيث تتسابق الوكالات السياحية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المعتمرين بإعلان تخفيضات مغرية. جاء هذا بعد الركود الذي شهده سوق العمرة في الوطن بعد فرض السلطات السعودية لضريبة 2000 ريال. التفاصيل مع إكرام طباوي وأحمد بوطاف. هنا بصالون الحج والعمرة تتسابق الوكالات السياحية لاستقطاب أكبر عدد من المعتمرين، وذلك بتخفيضات مغرية وعروض تنافسية بلغت أسعارا قياسية، خاصة وأن الإقبال على أداء العمرة يزداد خلال هذه الفترة من السنة. عروضنا شبه تنافسية، يعني من ناحية لا من ناحية السعر ولا من أو من ناحية الخدمة. من ناحية السعر هناك عندنا عروض تبدأ من ما يعني 18 مليون و500 سنتيم، ما يعادل 185 ألف دينار جزائري لمدة شهر رمضان كامل. يضاف إليها بالنسبة لمن يريد الإعاشة يضاف إليها 30 ألف دينار جزائري لمدة شهر رمضان كامل، والتي تشمل طبخ جزائري. فيما يخص عمرة الدفع بالتخصيص، عندنا الديباغ إن شاء الله لو 19 أفريل وعندنا لو 24 أفريل. هذا كيفاش يخلص؟ يدفع 60% كاش 60% كاملة، والبقية يعطينا شيك على 3 أشهر، كل شهر يكمل لنا شوية. التحفيزات المعروضة من طرف الوكالات السياحية جاءت بعد الركود الكبير في الإقبال على العمرة، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للوكالات. الركود هذا يا راجع لطاكس اللي داروها اللي راهي مفروضة من طرف السعودية، هذه ما يقدروش كامل الناس يخلصوها. لذلك تطرقنا حنايا درنا شغل بعض، اجتهدت وكالة تاعنا دنيا سافر في الأمر هذا، يا دارت عروض اقتصادية في الباب هذا، يا ثم راح تفتحت مجال للناس اللي حبت اللي اعتمرت من قبل وحبت تزيد تعتمر ان شاء الله. فرض السلطات السعودية لضريبة 2000 ريال على المعتمرين لأكثر من مرة ساهم بشكل كبير في تراجع رقم أعمال الوكالات السياحية، وضعية دفعت بالعديد منها للغلق.